اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من لايف كلينيك. الحلقه مستمره لمده ساعه على الهواء مباشره. رقم التليفون للاتصال بينا 257-56-810. هقول الرقم تاني 257-56-810. حلقتنا النهارده مقسمه لفقرتين. الفقره الاولى مع دكتور احمد جمال خفاجي، استشاري الانف والاذن والحنجره وعضو الكليه الملكيه للجراحين بلندن. وهنتكلم موضوع حلقتنا النهاردة عن زراعة القوقعة. والفقرة الثانية هيكون معنا الدكتور أشرف قاسم، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة. هنتكلم عن الأمراض المعدية، منها الغدة النكفية وأيضا الجديري المائي. لكن هبتدي أول حلقتنا النهاردة مع دكتور أحمد جمال خفاجي وزراعة القوقعة. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك، منورنا يا فندم. بوجودك هذا. واحنا الحقيقه زراعه القوقعه دي هنا في مصر مش سمعناها حديثا، ولكن هي ما بقالهاش كتير قوي. صح. والحقيقه احنا ما نعرفش معلومات كتير عنها، وما نعرفش امتى بتتعمل للاطفال ولا اللي كبروا، ولا يعني ما نعرفش معلومات دقيقه عنها. فعايزين نعرف ايه زراعه القوقعه او ايه الجهاز ده نفسه. ايه حضرتك بالاول خالص، احنا نعمه السمع دي من النعم الجميله جدا اللي ربنا انعم بها علينا، ما بنحسش بيها الا لما الانسان يفقدها او قريب عننا، او ولد ابننا ولا حاجه لا قدر الله فقد هذه الحاسه، او انسان كبير كان عنده السمع قبل كده وحصل له حادثه او ايا كان وفقد السمع. بالنسبه للاطفال الصغارين، اهميه السمع مرتبطه بالكلام. يعني الطفل مش هيقدر يتكلم ويتواصل مع اللي حواليه ويفهم الدنيا حواليه الا لما يسمع كويس. علشان كده ابتدى دلوقتي بره في اوروبا والدول الغربيه وحتى في بعض الدول العربيه بيبتدوا يشوفوا الولد من اول يوم هل هو عنده القدره ان هو يسمع او لا، بجهاز معين كده بيقيس شويه ويفز طالعه من الاذن او من الاذن الداخليه عشان نقيس الموضوع دوت. تمام. ليه بقى؟ عشان ما يعيش هو في وحده. يعني هو الولد ما بيسمعش، هيعيش في وحده عن الدنيا خالص. فاكر ان هي الدنيا كده، ما يعرفش، الدنيا كده طبعا. ما سمعش وراح السمع. طبعا. فما سمعش وراح هو مش حاسس ان في سمع او ما فيش سمع. صحيح. فالفكره كلها بقى ايه اللي حصل في الانسان دوت؟ احنا عندنا ازاي الصوت بيوصل للمخ. تمام. الصوت بيوصل عن طريق القوقعه. القوقعه دي فيها جهاز حسي او خلايا حسيه تبتدي تسمع الصوت دوت وتوصله للعصب الثامن اللي هو العصب السمعي عشان توصل للمخ والانسان يسمعه. بيحصل مشكله في الطفل، سواء هي مشكله او اصابه عامه في الخلايا ديت او في الجهاز الحسي دوت. ممكن تكون تشوهات خلقيه، ممكن تكون حاجات وراثيه، ممكن بعد كده الولد يكون ابتدى يسمع او هو بيسمع فعلا وجاله مثلا التهاب فيروسي زي التهاب السحايا او التهاب السحائي زي ما احنا بنقول في مصر. صحيح. فممكن يفقد السمع بعديها على طول. او انسان كبير حصل له حادثه وحصل كسر في قاع الجمجمه، بتضرب او بتعمل اصابه في القوقعه على الناحيتين فما يقدرش يسمع. فهي دي المشكله اللي بتحصل. فاحنا بنحاول ان احنا ازاي نعيد السمع او نخليه يسمع من الاول خالص. فبنعمل حاجات زرع القوقعه دي. تمام. ايه هي القوقعه؟ او هي القوقعه الالكترونيه، هي عباره عن جهاز الكتروني بيتحط في اول المزرعة. حجمه قد ايه اولا؟ هو الجهاز دوت ليه جزء خارجي وجزء داخلي. جزئين، الجزء الخارجي عشان يستقبل الاصوات والجزء الداخلي ويعملها بروسيسنج ويدخلها على الجزء الداخلي اللي هو عباره عن سلك فيه الكترودز او حاجات كهربائيه كده هو عشان توصل للعصب التام. الخارجي بيبقى باين؟ الخارجي بيبقى باين. بيبقى فين بالظبط موقعه؟ بيتحط تحت الجلد هنا اهو. وفي زي سماعه اللي هي بتستقبل الاصوات حوالين الاذن. ده الجزء الخارجي بتاعه وبيوصل السمع للجزء الداخلي. وده بيفضل راكب على طول ولا بيفضل راكب على طول؟ طبعا. يعني ما بيتشالش؟ طب يعني والواحد بياخد دش ولا بتاع؟ لا، ما هو تحت الجلد اللي بيتشال. هو بيتحط تحت الجلد. اوكي. بيتزرع تحت الجلد. وفي جهاز مغناطيسي كده، يعني هو عباره عن جواه حاجه مغناطيسيه. تمام. بتعمل مشاكل بقى كان نتكلم عليها.
بنقدر لما بنكتشف انه الطفل لا قدر الله عنده حاسه السمع مش موجوده، يعني مش موجوده، بنقدر نعملها له من امتى؟ يعني ممكن سن قد ايه؟ دلوقتي ممكن نعملها من سن سنه، يعني هنا في مصر بتعملوها سنه؟ ممكن نعملها من سنه، وفي دلوقتي بره ابتدوا يعملوها من 6 شهور، يعني من سن 6 شهور، لاننا كل ما بنعملها بدري كل ما الطفل دوت ذكائه او حياته الطبيعيه تبتدي ترجع لطبيعي، ويبقى ماشي بنفس الريت بتاع اطفاله الثانيه، الاطفال الثانيه اللي زيه اللي ما عندهمش مشاكل خالص. حلو قوي. كل ما يبتدي بدري كل ما يبقى احسن. ليه بقى حضرتك؟ ان احنا عند سن معين في الاطفال حوالي سن 8 سنين حتى لو زرعنا قوقعه الولد لا هيسمع ولا هيكل. ولا هيسمع؟ بعد سن 8 سنين مش هيقدر، ليه؟ ان الكمبيوتر اللي في المخ خلاص هو اتبرمج ان هو مش هيسمع ومش هيسمع ثاني خالص يعني. لا دي انا مش فاهماها. يعني حضرتك عند سن 8 سنين الكمبيوتر مش هيقدر ياخد داتا جديده انها اللي هو بتاع المخ، يعني المخ نفسه، ان هو يخلي الطفل يسمع. فلازم نبتدي زراعه القوقعه بدري، ما ينفعش نتاخر في سن عن 8 سنين. والله يعني في ديدلاين كده؟ ديدلاين بالنسبه للانسان اللي هو اللي هو عمره ما سمع قبل كده، لكن لو هو كان بيسمع وابتدى حصل له مشكله زي التهاب السحايا او حادثه ممكن بتخش له. هو المخ كده عامل زي الكمبيوتر كده؟ طبعا، يا يستقبل يا ما يستقبلش. طبعا لو هو مش سامع من الاول خالص ما يقدرش يستقبل. طيب لأي ظرف كان الأب والأم ما كانش مثلا معاهم القدرة المالية إن هم يعني عارفين إن ابنهم أو بنتهم عندهم المشكلة دي واضطروا إن هم يعملوها على سن 7-8 سنين، which is هو عايش الطفل 7-8 سنين دون أن يسمع شيء، وفجأة بتواجهه بالمشاكل اللي احنا فيها دي. يعني يا ريت هيسمع كلام حلو. هيسمع ولا طلعت كتير ساعات اول ما بيسمعوا اول صوت بيخافوا جدا وبيصابوا بالرعب. فعلا؟ طبعا، ان هو عمره ما سمع صوت قبل كده، لو ما كانش بيسمع من الاول، يعني عمره ما سمع صوت. يعني مثلا ممكن وانا بحط القلم كده يتخض مثلا؟ لا احنا مش على القلم، احنا لسه الدكتور، انا هحكيها لحضرتك، ان الدكتور التخاطب والسمعيات اول ما يبتدي معاه خالص البرنامج اللي هو بتاع ان احنا نبتدي نسمعه بيخاف من اول صوت. فعشان كده احنا في اول خالص قبل نعمل العمليه لازم لينا ترتيبات تامه خالص للموضوع دوت. فاول حاجه ابتدي اشوف الولد هل فعلا لو في سن صغير السمع عنده فعلا ضعيف جدا او ما بيسمعش خالص. دي بعمل شويه اختبارات للسمعيات، يعني بعمل مقياس سمع، بشوف هل في مشكله ممكن تمنع اجراء العمليه، يعني بعمل له اشعه مقطعيه عشان ممكن يبقى في عنده مشكله تانية عامله له مشكله ما نقدرش نعمل العمليه. وبعد كده الاهم في الموضوع دوت كله ان انا بجتمع مع بابا ومامته او اهله او اللي قاعد معاه وابتدي افهمهم ايه اللي هنعمله. الموضوع مش موضوع عمليه، يعني هي مش عمليه بس وخلاص، ده هي في حاجات ما قبل العمليه، في حاجات ما بعد العمليه، وما بعد العمليه اهم من العمليه كمان، اللي هي تدريب الولد على البرامج. فده لازم هيتابع معانا كتير جدا، يعني ممكن نقعد سنه نتابع مع بعض، وفي اطفال بيقعدوا 4 سنين. فدي برامج لازم الاب والام لازم يكونوا عارفين وعندهم الثقافه وعندهم الجلد ان هم يقدروا يكملوا معانا. طيب احنا معانا تليفون جاي لحضرتك، استاذ علاء من الجيزه. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بحضرتك، الدكتور معاك. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. السلام عليكم. والله انا كنت عاوز اسال الدكتور على موضوع، عندي مشكله في الحاجز الانفي. ايوه يا فندم. ايوه، ايه المشكله عند حضرتك؟ يا فندم عندي مشكله ان انا يعني على طول بلغم معايا في بوقي وبشوف على طول، وفي كذا دكتور، في واحد دكتور قال لي عندك عمليه حاجز انفي، في دكتور قال لي لا ما تعملهاش، فانا محتار. بص حضرتك، بالنسبه للحاجز الانفي لو حضرتك عندك انسداد في الانف على ناحيه واحده او ناحيتين ممكن يكون الحاجز الانفي معوج، فده ممكن نستعدله ونفسك هيبقى كويس، بس ده ملوش دعوه بالبلغم. يعني البلغم ده ممكن يكون عندك التهاب في الجيوب الانفيه كمان، فلازم حضرتك تعمل اشعه مقطعيه ونشوف هل في التهاب في الجيوب الانفيه من سبب بيسبب البلغم او لا. ليه هو مش البلغم؟ لانه بسبب ان هو بياخد نفسه من بقه. ممكن ليه اسباب كتيره. ممكن يكون عنده ارتجاع في المعده كمان، تعمل له فحضرتك تعمل اشعه مقطعيه الاول وتشوف درجه الاعوجاج قد ايه في الحاجز الانفي،
ونشوف هل في مشكله في الجيوب الانفيه. عملت اشعه وطلع ايه بقى؟ اشعه عاديه ولا مقطعيه؟ يا دكتور انا عملت اشعه طلع ان الحاجه لازما عمليه، في دكتور قال لي لازما عمليه ودكتور تاني قال لي لا مش لازما. انت حضرتك بتشتكي من ايه؟ بتشتكي عندك نفسك؟ هو في القصر الفرنساوي قال لي لازم عمليه. طيب فرنساوي ناس يعني محترمه يعني. انا رايي يعني انت تشوف هل انت بتقدر تاخد نفسك من انفك ولا لا، وانت نايم هل انت بتفتح الفم بتاعك يعني بتاخد نفسك من فمك او لا. لو انت عندك المشكله دي تعمل العمليه. بنشكرك. اه اتفضل يا استاذ علاء اتفضل. ما باخدش يعني انا من نفس طبيعي وما عنديش مشكله في النفس يعني. ايوه بتاخده من 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 الفم ولا من هنا من المناخير؟ من انفك يعني. لا باخده من انفي كويس. طب يبقى ايه المشكله؟ يبقى ايه الانسداد اللي عندك؟ يبقى ما عندكش انسداد. طبعا دي محتاجه ان انا نكشف عليه، ما اقدرش اقول له كده يعني. مشكله يعني محتاجه حاجه ان احنا نكشف عليك كمان، انا ما اقدرش اقول حاجه. والاشعه المقطعيه ظهر فيها ان انا عندي عمليه. طيب انت لازم تكشف عن دكتور كويس حضرتك وتشوف الموضوع ده هل هتحتاج عمليه ولا لا. شكرا يا استاذ علاء بنشكرك. صعب طبعا بيبقى في حاجات تبقى عايز تكشف تعرف طبعا لازم الاشعه المشكله ايه. طيب نرجع تاني لزراعه القوقعه. اولا انا عايز اعرف هو اللي بيبقى فقد حاسه السمع بيبقى الاثنين ودنتين عنده؟ اثنين طبعا. طيب انا بزرع قوقعه في ودن واحده؟ بزرعها في ودن واحده. طب يعني بيسمع بودن واحده بس والتانيه لا؟ بيسمع بودن واحده والتانيه لا. اولا ان الجهاز احنا عندنا حتى لو الانسان مولود عامه بيسمع بودن واحده والتانيه ما بيسمعش بيها، احنا خلاص بنكتفي بهذه الاذن ان هو بيسمع بيها، ودي تبقى كافيه ليه ان شاء الله ان هو يتعامل مع الناس ويتواصل معاهم كويس. اه طبعا احسن من طبعا احسن طبعا. فاحنا برضو بالنسبه للقوقعه زراعه القوقعه بنزرع بودن واحده. اولا الجهاز غالي جدا والعمليه بتتكلف كتير، وثانيا زي ما قلت لحضرتك احنا محتاجين هو ودن واحده ممكن نسمع بيها كفايه خالص. في ناس ممكن تعمل اثنين؟ اه في بعض المراكز في اوروبا بيعملوا اثنين. اثنين عشان يبقى انسان طبيعي. بس قليل جدا ما بتحصل الحكايه دي. قليل. هم فكرتهم ان هم يعني ان المخ يبرمج صح احسن، يعني لما بيسمع من ناحيتين تبقى البرمجه احسن. صحيح. طيب احنا هناخد تليفون معانا مدام حنان، انسه حنان. الو الو ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحتي دلوقتي عايزه اسال الدكتور، انا عامله عمليه في مناخيري وشالوا لي غضروف من ناحيه اليمين. ايوه فهمت. عملت حجز انفي فشالوا لي غضروف كامل. فانا دلوقتي عندي على طول عندي برد مزمن، وعندي الهواء الساعة على طول بيخش على سدي، يعني على طول عندي برد مزمن منها، حاسه انها مفتوحه خالص. انت عامله عمليه امتى حضرتك؟ انا عاملاها بقالي 9 سنين. انت من فتره بعيده يعني. طب في اي قشور بتتكون ولا النفس كويس ماشي؟ لا النفس كويس، بس انا مشكلتي ان عندي برد مزمن. يعني ايه برد مزمن؟ عندي يعني حتى لو قافله الشبابيك سقعانه، عندي برد. لا سقعانه في فرق بين ان انا ابقى سقعانه وفي فرق بين يعني انا عندي عندك رش كده يعني. لا انا عندي برد بيخش صدري. يعني انت حاسه ان الهواء بيخش بقوه اكتر؟ حاسه ان الهواء بيخش بقوه في صدري، حاسه ان مفيش حاجه سد الفتحه دي خالص. هو شكل الدكتور عمل ان هو شال الغضروف كله بس. ايوه بالظبط. او حضرتك بيجي لك البرد ده او صدرك من ساعه ما عملتي العمليه من 9 سنين وحاجة بالمنظر ده؟ وعملت اشعه مقطعيه. بنت ايه الاشعه بقى؟ باينه ان الغضروف متشال، والدكاتره قالوا لي ده متشال فعلا. ما هو حضرتك احنا مش قدامنا ان احنا نعمل حاجه ثانيه خلاص يعني. مفيش حل تاني يا دكتور؟ لا حضرتك مش قدامك. طب ولا علاج؟ لا علاج ان انت هنمنع الهواء ازاي دخوله، صعب جدا يعني. صعب. طب لو حطيت يا دكتور قطن او كده؟ لا ما ينفعش حضرتك. ما ينفعش؟ لا. طب متشكره يا دكتور. بنشكرك. شوف المشكله المزمنه في بلدنا الجيوب الانفيه. يعني طبعا انا يعني انا الـ 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 الطب والاطباء عندي ذو مكانه خاصه يعني جوايا انا، لان انا لما بتعب بعد ربنا سبحانه وتعالى بروح للدكتور هو اللي بيخففني بعد ربنا سبحانه وتعالى. بس لما اروح لدكتور ويعيني اكتر ما انا عيانه دي تبقى كارثه. لا بصراحه البلد رايحه في خراب. لا 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 هي الفكره في ايه؟
ان احنا كل شويه مش عندنا في مصر على مستوى العالم في عمليات كنا بنعملها زمان ودلوقتي مش بنعملها كتير زي اللي هو استئصال الغضروف الكولي دوت. احنا كان فاكرين الدكاتره زمان ان ده شيء كويس فدلوقتي ابتدينا لا احنا بنقلل منها قوي يعني حتى الريت العمليه قل قوي يعني عيو. اه طبعا. طب احنا معنا مصطفى من القاهره معلش تليفونات حضرتك كتير النهارده كل الناس مناخيرهم بايظه بما فيهم انا اولهم. الو ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. اهلا بيك. انا مناخيري بايظه اه مع كلنا والحقيقه في ظل التلوث الجميل اللي في بلدنا يعني. انا بس الدكتور سؤال كده اتفضل. قول لحضرتك انا بقى جيوب انفيه بقى بتاع حوالي 20 25 سنه معايا مزمنه مع حضرتك يعني. وكنت عامل عمليه قبل كده من زمان وبعد كده كنت بعالج نفسي من نفسي يعني باخد مضاد حيوي ومشحوق قلوي وكده وكنت بروح. جميل يا فندم. بعد كده لقيت المضاد الحيوي ما بيجيبش نتيجه واصلا اللي بيجي لي انا افراز اخضر خالص من المناخير وبيوصل لغايه الصدر يعمل لي بلغه ويهيج كحه جامده. ده الافراز الاخضر ده على طول ولا هو بيروح ويجي؟ ايه ده الافراز الاخضر حاجة بتقول عليه؟ الافراز لا بيخلص مع استخدام المسحوق بيخلص. عامل فيها دكتوره بتدخن سجاير حضرتك؟ اه دي مشكله عاجبك تدخن سجاير والجو في مصر اظن السؤال صح يعني بيجي لي بقى الهيجان في الكحه شويه بعد كده بروح يعني. طب الموضوع ده بيتكرر على حضرتك كل قد ايه؟ كل 14 15 16. طب ده يعني ريت كويس ده زي اي انسان حضرتك يعني انت بتبيع بس هقول لحضرتك اصل انت مشكله في الجيوب الانفيه لما بنعمل عمليه اي انسان طبيعي هيعمل عمليه او هو انسان طبيعي غير عمليات هيجي له برد مرتين ثلاثه في السنه ممكن يحصل اللي بيحصل لحضرتك دوت. وهي الناحيه الشمال هي ناحيه واحده بس ده برضو حضرتك محتاج برضو تعيد برضو الاختبارات زي الاشعه المقطعيه تاني ونشوف ايه المشكله يعني. طيب ماشي يا ضروري يعني. بنشكرك يا استاذ مصطفى. انا شايف ان هو ماشي كويس كده. ايه؟ مرتين في السنه ده شيء كويس يعني. لا هو الواحد بيبقى اصله كمان اصل ابشع شيء في الدنيا انك ما تعرفش تاخد نفسك كويس. يعني هو الحقيقه كل حاجه يعني غمض عينك دقيقتين مش هتستحمل ان انت ما تبقاش شايف. اكتم نفسك ثانيتين ما تقدرش ما تاخدش نفسك، يعني الحقيقه كل الحواس مهمه. حاجه مهمه جدا. لكن هي النفس تحديدا اكسجين وبعدين احنا فعلا بلدنا احنا بلد متربه عامه احنا حوالينا صحراء متربه بس وبالظبط القاهره حوالينا صحراء الجبل المقطم غير الزحمه وعادم السيارات غير السجاير غير الشيشه الحاجات دي كلها بتاثر يعني. طب عايز اسال سؤال علشان انا حنان اللي اتكلمت انا شايله همها قوي الغضروف اللي اتشال ده حله ايه؟ لا هو حاجه بص الحمد لله لغايه دلوقتي ما حبتهاش يحصل قشور في انفها او يحصل زي يعني ايه الغضروف ما انا مش فاهمه حضرتك فهمني. بص حضرتك احنا الانف كل ناحيه من ناحيتين بتتكون على يعني زي ما نكون مثلا احنا في اوضه والجدار الخارجي بتاع الاوضه بينزل منه زي نتوءات كده او قرنيات الناحيه دي بتنزل من بره على في عظمه اهي لا العظمه دي بره من جواها بقى بتطلع كده على جوه الغضاريف تطلع على جوه اللي انت حاجه بس لو حد يبص في مراخيره في المرايه يلاقي حاجه حمراء كده لا كده احول لا مش عايزه ابص انا احول وشكلي يبقى وحش قدام الجمهور لا بعد كده بقى وبعدين فهي دي الغضاريف دي ساعات دي ساعات بتكبر تقفل الدنيا خالص مثلا في الحساسيه بتكبر ساعات ساعات لما يكون الحاجز الانفي معوج على الناحيه الغضروف بيكبر على الناحيه الثانيه ككومبنسيشن يعني تمام فالعملية دي قلت خالص دلوقتي بدينا نقللها خالص يعني ما نرجعش ليها كتير يعني بس هي انا بنصحها برضو انها دايما تواظب على الغسول يعني تغسل انفها كويس بالمحلول القلوي او المحلول الملح العادي نرجع لزراعه القوقعه ومن الحاجات المهمه العظيمه اللي انا يعني بسمعها ودايما بشوف الناس معظم الحالات اللي انا بسمعها دايما بيسافروا بيفضلوا يعملوها بره صح الكلام اللي بقوله وعندها بتتعمل دلوقتي بس وزاره الصحه كمان بتدفع جزء منها على نفقه الدوله في جزء بتدفع هي دوله عارفه تمشي الدنيا لما يبقى في حاجه على نفقه الدوله دلوقتي لكن قصدي اقول انه هل بتتعمل عمليات كتيره يعني عايز اعرف مثلا بالتقريب كده كم عمليه اتعملت لغايه دلوقتي يعني احنا عندنا في المستشفى بنعمل في الاسبوع على الاقل 3 4 من 3 ل 4
بقالكوا كام قد ايه يعني؟ احنا شغالين في الموضوع ده بقالنا فتره يعني، الموضوع ده مثلا من حوالي 10 سنين، بس هو زاد في الفتره اللي فاتت بقى الريت بتاعه. هو للدرجه دي في اطفال كتير؟ اه طبعا في كده. ده بيبقى ايه سببها؟ بس لازم اخد جيان من القاهره. لا تحت وزن. ايه سبب ان هو يطلع طفل والعياذ بالله كده، والاب والام سلامه كله تمام؟ في حاجات وراثيه او حاجات تشوهات من الوالده، خدت علاج اثناء الحمل، او زي ما قلت لحضرتك حصل له التهاب فيروسي زي التهاب السحايا. صحيح. طيب جيهان من القاهره، فصلتي ليه يا جيهان؟ بيقولوا لي فصلت جيهان. عدد كتير بقى. طيب الناس الكبيرة اللي قدر الله زي ما حضرتك بتقول حادث، أو راح السمع لأي شيء، الطبلة اتخرمت، إلا لو الطبلة اتخرمت يحصل إيه؟ لا. أنا مرة أحكي لك أنا يا دكتور حكايتي مع الزمان. أنا مرة من كتر ما كنت بتكلم في التليفون في سن الشباب، يعني عندي 20 21 سنة، كنت لسه شباب. لا 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 خلاص، التليفون ده ما بيتشالش من على ودني، كان قبل الموبايلات عشان حضرتك ما تقوليش دي ذبذبه الموبايلات. تليفون عربيه ولا تليفون لا 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 لا، تليفون البيت حضرتك الحكومي. دي 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 في مره فجاه لقيت الودن اتسدت فجاه، وانا بحكي لحضرتك بطريقه عشان ده برضو ممكن يفيد الناس، اتسدت تماما وفجاه افرازات بتنزل منها. رحت رايحه للدكتور. ايه دكتور حضرتك ايه اللي جرالي؟ انا كده هنفع ولا مش هنفع؟ قال لي لا، ده انت ودنك الطبله اتخرمت، انت شور بتعملي حاجه، يا اما لعبتي فيها، وانا طبعا ما بلعبش فيها، يا اما في حاجه انت بتستعمليها، انت بتشتغلي حاجه في المزيكا، فقعد يقررني. قلت له لا انا غايه ما فيها ان انا بتكلم 12 13 14 ساعه في التليفون. قال لي ده يخرم جبل مش يخرم. لا بس حضرتك الكلام في التليفون عادي ما فيهوش مشكله، هي مشكله لو تعرضت لصوت عالي، مش اي صوت عالي يعمل مشكله. طب ايه اللي حصل لي بقى؟ غالبا كان عند حضرتك دور برد او اي حاجه ساعتها قبليها بشويه وما اتعالجش كويس. طب فعمل التهاب في الاذن الوسطى غالبا، انا بتوقع يعني. طيب فنزلت من رحمه ربنا انا الاذن اتخرمت ساعتها يعني، يعني الصديد ابتدى يفضي يعني. حلو قوي. واخدت ده غالبا متوقع طبعا، ده اتلحمت بقى على كده، انا بسمع بيها بس يعني مش لطيف يعني. يعني ان شاء الله بنسبه كبيره بتلتحم يعني. والله بس ما بتبقاش نسبه السمع. كنت تقولي لي كنت كشفت عليك دلوقتي. بسمع بس عايز اسال حضرتك عشان الكبار بقى اللي بتروح منهم حاسه السمع ما بيسمعوش كويس، دول حلهم ايه؟ بسمع بس معايا. بسمع بسمع. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ينفع أكلم الدكتور؟ اتفضلي. لو سمحت والله أنا كنت عندي التهابات في مناخيري. أيوه يا فندم. عندي التهابات في مناخيري ودايما بعطس صيف شتاء. أيوه. فأنا عايزة يعني عملت رحت الدكتور أنف وأذن وكده وخدت عليه بس مفيش فايدة يعني. حضرتك بتعطسي، هل في مع العطس بيبقى في رشح نازل معاكي كتير زي الميه كده؟ رشح معايا كتير جدا صيف وشتاء. ومراخير؟ يعني ما بخلاش منه يعني. في اكلان او حكه في الانف؟ طب افندم؟ في اكلان او حكه في الانف؟ غالبا دي حكه. مناخيري يعني بتبقى حمراء كده من تحت. غالبا عندك حساسيه حضرتك اصلا يعني. ما هو انا رحت للدكتور قال لي انت عندك حساسيه. واداكي بخاخات؟ الو ادى لحضرتك بخاخات؟ انا الصوت واطي مش ادى لحضرتك بخاخه؟ ادالي بخاخه. واداني عليك انا كشفت 3 مرات. ابص حضرتك اللي احنا الاول بنبتدي في علاج الحساسيه، بنبتدي حساسيه الانف بنبتدي بالبخاخات والادويه ضد الحساسيه اللي هي الاقراص. لو الموضوع زياده على حضرتك، في زمايلنا في اسم المناعه ليهم برامج للموضوع الحساسيه الانف ديت او حساسيه الصدر عامه يعني. فلو الموضوع زايد عليك قوي 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 والبخاخات مش جايبه نتيجه مع حضرتك، ممكن تتجهي لدكتور المناعه. وكمان عندي مناخيري بتبدا كده يعني من سنه تقريبا بدات ان هي تورم كده، حاسه ان هي ورمه. ده حوالين المناخير يعني؟ ممكن. انا طبعا لازم ابص على حضرتك طبعا الاول يعني. فهل هي مأثره على الجيوب كمان ولا لا؟ لسه هنشوف يعني. بس عامه بالنسبه للحساسيه، العلاج اللي هي البخاخه اللي هي فيها كورتيزون والحاجات اللي هي الانتي هيستامينز
اللي هي مضادات الحساسيه بالاقراص قبل النوم تبقى. اوكي بس ما بنشكرك. نرجع للكبار في السن اللي بيتمتعوا بحاسه السمع وذهبت يا بحادث يا كبر السن، ما اعرفش ليه بيحصل. هو كبر السن بيحصل حاجه تانية مختلفه خالص. يعني هو الضعف بيحصل ضعف في السمع ده بيحتاج السماعه التقليديه، يعني العصب السمعي بيبتدي يضعف زي اي حاجه في الجسم الانسان بيعجز، فالعصب كمان بيعجز او الخلايا اللي جواه بتعجز. ففي بتبقى بتدي الاول واحده واحده كده السمع بيروح واحده واحده لغايه لما ايه السمع يقل. دي ان شاء الله غالبا بتحتاج بس السماعه التقليديه العاديه خالص، يعني اللي هي بتتركب ورا الودن كده. دي لكن لا قول حضرتك عايز تقول. بالنسبه للناس اللي هم فقدوا السمع لايا كان السبب، فقدوا السمع تماما والسماعات بجميع انواعها بجميع قوتها على الناحيتين مش جايبه اي نتيجه معاهم، هيحتاجوا زرع قوقعه في ناحيه من الناحيتين. ودي بالنسبه لنا اسهل، ان هو قبل كده كان بيتكلم وقبل كده كان بيسمع فمفيش مشكله. الحاجه الوحيده بس بتقابلنا ان الصوت مش هو نفس الصوت اللي كان بيسمعه قبل كده. طبعا يعني مش هو الصوت الرباني اللي كان ده صحيح كان. سبحان الله. فتدريباته تبقى اقل والدنيا اقل واسهل بكتير يعني. سبحان الله. معانا وفاء. وفاء الو. ايوه لو سمحت ممكن اكلم الدكتور؟ معاكي. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا دكتور، انا من فتره كده كان جالي دور برد وبعدين كان زوري بيتسد، فالبرد راح من زمان يعني، بس للاسف دلوقتي لما بيعدي اي هواء او بشم بيروسول او اي حاجات من كده زوري بيتسد تاني، فانا مش عارفه هل هي قلبت بحساسيه. انا اسف عايزه استفسر من حضرتك، يعني ايه زورك يتسد؟ بس بيوجعك يعني؟ لا بيجي لي زي شرقه كده. يعني ما تقدريش مثلا تبلعي او ما تقدريش تبلعي ريق حتى؟ ما بقدرش اتنفس، بحس ان كل هل انت ملاحظاها على البيروسول بس ولا الحاجات دي؟ البيروسول، الجو لما يبقى فيه تراب حاجات كده يعني. يعني دي حاجه اصلا بتبقى طارئه حضرتك يعني مش على طول. انا بس يعني. هو المشكله يعني دي حاجه طارئه يعني. يعني انا كنت خايفه يكون هي قلبت بحساسيه، اعرف منين اذا كانت قلبت بحساسيه. لا هو عامه البيروسول والحاجات دي يعني بتهيج الاغشيه المخاطيه بسهوله. ايوه. فدي ممكن تبقى موجوده عندك من الاول بس انت ربطتها باللي حصل لحضرتك يعني. اعتقد اي حد ممكن يصاب بده لان دول بس المشكله لو هي ابتدت تكح جامد ومش عارف ايه دي ممكن عندها حساسيه جامده من الفيروسوم ما تعرفش. لا هو ما كانش كده الاول، بس دلوقتي بحس ان فعلا يعني بتجيلي زي خنقه كده، فانا مش عارفه بقى اعمل اختبار حساسيه ولا ايه. لا حضرتك بعيدي عن الحاجات اللي بتسبب ذلك، يعني ما تتعرضيش للفيروسوم مثلا. طيب ماشي. هو اصلا كده اصلا هو المفروض ما نتعرضلوش. هو المفروض ما نتعرضلوش خالص لان دي حاجات كيميائية. بنشكرك جدا يا وفاء. دكتور الحقيقه زراعه القوقعة انا استفدت جدا لان انا كنت دايما اسمع زراعه القوقعة وان هي بترجع سمعك، ما كنتش اعرف سيستمها السيستم بتاعها ازاي وكده، فاحنا استفدنا جدا. بس الحاجه بقى اللي زعلتني انه هي غاليه وانه مش اي حد بيقدر طبعا هي غاليه جدا طبعا يعملها، ودي من تتكلف كتير. ده على مستوى العالم يعني، دي اسعار على مستوى العالم مش عندنا بس على مستوى العالم. فاحنا عندنا في مصر بنحاول نجيب جزء على حساب وزاره الصحه بيبقى على رافقه الدوله والجزء الثاني الاهل او النص، يعني بتحاول النص بالنص يعني. ان هي كمان مش حضرتك الجهاز بس وكده، حضرتك في بعد العمليه البرامج اللي انا قلت لحضرتك احنا لازم الطفل والاهل يتعلموها وازاي يعملوا الصيانه للجهاز او اللي حصل مشكله معاهم ازاي يصلحوه. الحاجات دي كلها عايز تدريبات وبتقعد فتره طويله. ده صحيح. اللي على فكره العمليه بتاخد وقت قد ايه؟ العمليه بتاخد حوالي 3 ساعات. اوف تسع كتير. لا مش كتير قوي يعني كويس يعني. لا يعني بس مش بنج برضو طفل 3 ساعات كتير يعني. ده برضو بنواجهها 3 ساعات برضو ان شاء الله يعني بسرعه يعني. دكتور احمد جمال خفاجي بنشكرك جدا على وجود حضرتك معانا. ميرسي جدا على المعلومات القيمه الخاصه بزراعه القوقعه للاطفال وايضا الكبار. بنشكرك جدا لوجودك معانا. ميرسي جدا يا فندم. وهننتقل لفاصل ونرجع نستكمل حلقتنا معاك ولايف كلينك.